نشوف مع حضراتكم تقرير عن مبادرة الرئيس السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة واللي أطلقتها وزارة الصحة لصرف العلاج والكشف على المواطنين، طبعا ده مجانا على يد أكبر المستشارين والأطباء. نشوف مع حضراتكم التقرير. تحت شعار 100 مليون صحة انطلقت المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير العيادات المتنقلة وأطقم طبية على أعلى مستوى في كافة التخصصات. قافلتين اللي موجودين دولت، واحدة منهم قافلة للكشف وفيها دكتور وفيها طبيب، فيها لجنة ثلاثية نفقة الدولة، والعيادة الثانية ديت فيها صرف الدواء اللي هي علاج الضغط والسكر والانسولين. ده ليه؟ عشان نخفف العبء اللي المستشفيات بتتحمله دلوقتي. الحالات اللي هي جايه تاخد اي وسيله، جايه تكشف بطنه، جايه، بنخلي ليه مسارات معينه لكل واحد. الحالات اللي بتيجي تاخد علاج الكورونا اللي هم جايين بقرارات او المخالطين ليهم برضو مسار لوحدهم. هو احنا موجودين هنا في القافله من صباح اليوم، بنعمل مثلا تحليل والفحوصات اللازمه للمريض، ولو محتاج مثلا قرار نفع الدوله بنحول المستشفى المصريين عشان ايه يتابع الاجراءات هناك ويصرف علاج. اما علاج الصرف لاجل السكر والضغط فموجود هنا، رأس السكر ورأس الضغط وكشف على المرضى. طبعا احنا موفرين الادويه بتاع نفقه الدوله والانسولين، بس طبعا الاجراءات بتاخد وقت لحين صدور قرار نفقه الدوله، فاحنا ما ينفعش نسيب المريض الفتره دي من غير علاج. فاحنا قلنا هنصرف للمريض علاج مجاني لمده اسبوع لحين صدور القرار، بعد كده هيجي ياخد بقى علاجاته ونفقه الدوله، لو محتاج انسولين اي حاجه كلها متوفره يعني باذن الله. هو ده علاج مجاني، هو ما فيش اي مشكله. يعني العلاج المجاني هو مجرد بس ما بيقطع التذكره من الوحده اللي جنبنا بيروح على الطبيب المعالج بيكشف عليه، لو في تحاليل معينه هو بيعملها بالنسبه للضغط والسكر بيجي له مثلا بالتحليل، الطبيب طبعا بيكشف عليه وبعد كده بيكتب له العلاج بمنتهى السهوله، ما فيش اي مشكله. يعني بعمل برنامج توعيه للمريض ايا كان مريض ضغط او سكر، وبمشيه على نظام غذائي معين يمشي عليه لحد ما يبقى كويس، يعني ايا كان لو ضغطه عالي او سكره عالي، وبعد كده بيبقى فيه متابعات. مبادرة رئاسية جديدة تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصري، وذلك من خلال اهتمام الدولة بصرف الأدوية والكشف والمتابعة مع وجود الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطن المصري. دارين مجدي، 90 دقيقة، قناة المحور.